السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام. طيب، على السريع مباشرة، إحنا محتاجين نعمل إيه؟ مباشرة كده محتاجين نجمع، إحنا عملنا خلاص البروجكت بتاع ماي سيكوال، عملنا العمليات كلها. محتاجين نبدأ نعمل تجميعة لكل اللي احنا عملناه دوت في كلاس كده بتاع ماي سيكوال، ونعمله شكل كامل بحيث يبقى بروجكت متقفل، يعني بتاع ماي سيكوال قدامنا يبقى اكزامبل معانا على. فانا هروح اعمل كده من فايل سيباز، وهسمي مثلا البروجكت ده سميه ماي اس كيو ال اندر سكور مثلا انكريز، يبقى ده الفايل بتاعي، وليكن فايل خالص. انا مش هكتب الكود من الاول، مش هنضيع وقتنا ان احنا نكتب الكود من الاول، هو ما اسمه ماي سيكوال انكريز، لكن انا عايز استغل اللي احنا كتبناه بقى وانسقه واجمعه بحيث يبقى متكامل على بعض. هنا كنا بنشرح في الاكزامبلز دي، احنا بدانا الاكزامبلز بتاعت الماي سيكوال من يمكن من 69، لا من كام؟ من 70، من تقريبا من ايوه من 70، لا وبعدين 71، تمام من 71. بدأنا ايه، عملنا اكتر من اسلوب، احنا مش عايزين اكتر من اسلوب، احنا عايزين ان هي شغله واحده. كان في هنا بنعمل الكونكشن، قلت له ايوه انا عايزها. قمت واخد كده كاب على طول من اول الكونكشن ده، اول حاجه احنا عايزين نضيفها في الايه، في ان احنا ماي اس كيو ال بتاعنا الفايل بتاعنا يعني. طبعا احنا هنعمل كلاس هنسميه انكليز، الكلاس الرئيسي بتاعنا، طبعا هنعمل فيه كل الشروط بتاعنا، وجوه الكلاس ده احنا هنديفاين initialization function او constructor، يعني طبعا اي function بتاخد self وحطها لوحده وخلاص. وهنبدا نحط جوه الحاجه بتاعتنا، انا هعمل بيست كده وخلاص واشوف انا هركز ازاي. اول امبورت اللي فوق في مكانها الصح في الفانكشن دي، يعني احنا محتاجين نعرف السيرفر والداتابيز واليوزر والباسورد ومال، نعرفهم بس نحطهم بسيلف دوت سيرفر صح، عشان تبقى حاجات خاصه بالتواصل مع الداتابيز بتاعتنا، اليوزر والباسورد. كويس جدا. وممكن على فكره كمان اخليه هو لازم هو بينادي على الكلاس يبعت لي اليوزر نيم والباسورد عشان اتاكد هو ليه حق يخش ولا يخش، بس احنا مش هنوصل يعني هنا يبعت جوز النمو بس، يبقى اي حد هيكلم الكلاس ده لازم يبعت جوز النمو بس. انا ما اعرفش، ممكن اخليه يبعت السيرفر واسم الداتابيز واليوزر نيم بس. امتى؟ لما اكون بعمل حاجه عامه بقى اي حد هيستخدمها، ممكن استخدمها في اكتر من مره، ممكن اعمل كده اعمل له السيرفر والداتابيز واليوزر بس. ممكن اعمل حاجه كمان، هو هنا السيرفر تبقى بتساوي السيرفر صح؟ هو مديله ديفولت فاليو يعني بتساوي كذا، يعني بحيث ان احنا لو ما بعتناهاش يبقى هي ده الرقم بتاعها، يبقى هو ده السيرفر الرئيسي. طيب والداتابيز كذلك برضه، زي ما انا هبعت هنا كده هقول برضه والداتابيز لو ما بعتناهاش يبقى هي باي دي بي، واليوزر نيم اهو، ولما بعتناهوش يبقى هو ده. وايه تاني؟ مش شايف. والباسورد نفس الكلام، مش هسميه باس كده عشان كلمه باس دي بالنسبه للبايثون عامله، لا انا هعمل كده واقول له ان هي الباود دي لو ما بعتناهاش يبقى هي. يبقى انا عملت ايه؟ انا لما تيجي تتكلم الكلاس ده لازم تبعت السيرفر والداتابيز واليوزر والباسورد، بس انا وفرت على نفسي وحطيت ديفولت فاليو للحاجات بتاعتنا، يعني عايز تبقى شيء يبقى شيء. على العموم كده انا عملت الديفينيشن دي الكونستراكتور بتاعنا، تقريبا هو ده الكونستراكتور اللي احنا محتاجينه. بعد كده هنعمل ديفاين للكونكشن دي، بس هنحط لها سيلف، ندخلها الديشن بتاعها نظبطه. طبعا انا عامل كونكشن بينادي على الهوست والداتابيز، بتقول ايوه بس احنا بس ايه قبلها كلمه سيلف، لان احنا خلاص بقينا جوه كلاس بنزود كلمه سيلف على الاتريبيوتس بتاعتنا.
تمام؟ حلو جدا. والكيرسر كونكشن والبرنت مش عايزين برنت والريترن الكونكشن والكيرسر خلاص خلص زي الفل. ادي اول فانكشن جمعناها. دي اول فانكشن احنا جمعناها كانت 74 تمام. هنشوف بقى ايه تاني اللي محتاجين نجمعه. 75 كانت بكريت جدول الـ APA لو احنا عايزين. بالنسبه لي مش هتبقى مفيده بس هاتها. هاتها وماله. تمام؟ مش هتفرق معانا حاجه. نحطها الماي اس كيو امبليز از ا فانكشن عليها ونعدل ونظبط ما يلزم يعني. هي بالديفاين لا لازم تخش جوه الامبلمنتيشن شويه. انا بعلم عليه طبعا بدوس تاب في الكيبورد. كرييت امب تيبل لازم تحطه على سيلف. وهنا لا 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 ولقيت على الكونكشن لازم اقول له سيلف دوت كونكشن تو ماي اس كيو ال وبقى الاوامر كما هي. مش اي حاجه احنا محتاجينها خالص في اكزامبل 75. طيب 76 كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقاد. خدوا بالكم هنا هبدا افرق في عندي فانكشن بتاعت الاد والفانكشن اللي بتكول على الاد. طبعا الكلاس ما بيبقاش فيه الكول. الكلاس ما بيبقاش فيه الكول ده مش صح. الكلاس هنحط فيه البيور الكود البيور. انا هاخد بس ايه الاد امبلي بس وعدل ما يلزم. هروح بقى على الماي اس كيو ال امبليز كنت عامل اسم عدل ما يلزم ان انا بس ازود سيلف وما قال له ايه ادي سيلف وادي الاي دي والنيم والجوب والمش عارف ايه وهنا برضو عندي سيلف دوت كونكشن تو ماي اس كيو ال نكتب مرتين كويري اكزيكيوت كوميت ادد تمام الابجد احنا كنا في 76 عندي الاد تعالى بقى ايه الجيت الجيت طبعا احنا ممكن ناخد كله ممكن نعتمد بس جيت واحده بالاي دي مثلا او بالنيم او زي ما انتم حابين انا بس اختصارا انتم طبعا فاهمين الفكره انا بس هاخد الجيت بالاي دي بس مش اكتر من كده لكن انت خد كله يعني نضيف كله بنفس الفكر يعني مش هيعملش له خالص. لو ده بس سيلف وشوف لو في اي كود حلو يتعدل لا هو سيلف كل الدنيا تمام ماشي. الجيت 78 برضه كان الجيت مثالي الجيت بس بالبيست كان الجيت المينيموم والماكسيموم هعدل كله كانت جيت امس دي كلها كل الموظفين كل عمل عايز كل الموظفين دي كل الموظفين دي مهمة حاجة غير بس اديها سيلف الحمد لله في حاجه جوه على سلك وبصراحه في حاجه كتير عايز تتعدل بس انا باول فكره دلوقتي يعني كل لان الاثر الكبيره دي في الكلاس ده انا ممكن اختصر اختصار اكتر من كده بكتير حاجات يعني كتير جدا ممكن تختصر بس احنا ايه ماشيين واحده واحده نجمع الاول. خلاص تمام بعد كده بقى ايه الجديد ثلاث ارباع كود ده احنا ممكن نختصر عشان الناس يعني اصلا تمام حاجه ثانيه تقول لا هو ده هم دول بس كده الفانكشنز بتاعتنا لو رجعناها طبعا دي الانيشيشن بتاعتنا عليه كونكشن كرييت الاد الجيت للوان ريكورد جيت امس الديليت الابديت ادي كده كل الاحلام بتاعته
كلاس بيور، كلاس بيور خالص بدون ده كده لو اخدناه عشان نشغله في الويب، نشغله في الموبايل، نشغله في اي حته، الدنيا عندنا تمام، ما عندناش فيها مشكله. تمام، لان احنا مش مربطين على شكل معين او شاشه معينه او اي كلام من ده، ولا ازاي ياخد الانبوت ولا ازاي ياخد الاوتبوت ولا الكلام ده كله. ماشي، هعمل بقى فايل تاني خالص هيكلم بقى الداتابيز دي او هيكلم مع البيانات دي. تمام، هعملها في اكزامبل 83 مثلا، هعمل اكزامبل 83 اشيل كل الكلام الجميل ده خالص خالص، وانا عايز بقى انادي برضه هاخد كابو بيست من الكودز اللي كانت موجوده عندي، بس الاول اقول له فروم الماي اس كيو ال بليز، من الملف اللي اسمه ماي اس كيو ال بليز انا عايز امبورت ليه اللي احنا سميناه كلاس اللي اسمه انكليز، وابدا اشتغل بالاسلوب ده، ابدا اشتغل بالايه بالاسلوب ده، اقول له امب او امبس بتساوي عشان اعمل اوبجكت من انكليز بتساوي انكليز اللي هو الكلاس، فكده بالنسبه لي الامبس بقت الاوبجكت اللي من الكلاس ده، خلاص الكلاس ده موجود، ابدا بقى اشتغل بقى، بس كل حاجه عندك من جوه امبس، من جوه امبس انا اديت الفايل وعملت له امبورت وبقيت جوه. تعالى بقى نجيب من اول ليه القصه تاني. فين الكونكشن ده؟ ايه ده؟ لا مش عامل الكلام ده، احنا 74 احنا عملنا كونكشن، هل انت محتاج تتكلم كونكشن؟ لا، كريت الانجلي تيبل، هو طبعا في ان انا نادي لو انا عايز اكريت تيبل، بس انا مش عايز اكريت التيبل خالص، يعني مش محتاج دي اصلا كاوبشن، مش محتاج. الاد في كل اد، قلت له ايوه احنا عايزين كل اد، دي مهمة بالنسبة لنا تكون قد دي. هتلاقوها كان عندي 76. قلت له ماشي، أنا يعني الإكزامبل ده أول حاجة هحطها حاجة اسمها كول أد. هينادي الأي دي منين من الجوب اللي أنا، بس أد إمبلي هيجيبها منين؟ هقول له من الأوبجيكت بتاعي اللي اسمه إمبس دوت أد إمبلي. صح كده، كلام جميل. هاند أي دي منين من الجوب السالري، خش على إمبل إمبليز دوت أد إمبلي بالبيانات دي كده زي الفل. دي الأد. بعديها جيت، في عندي كول جيت هم واخدها كده زي ما هي، كول جيت اهي. طب الاكزامبل بتاعي ادي كول جيت الاي دي مش عارف ايه، طب الجيت امس قلت له جيت امس دي بتيجي من امس دوت جيت امس، والديتا والطباعه والكلام ده كله خاص هنا مالناش دعوه. كويس جدا. طيب دي برضه مش عايزينها، ولا دي اللي هي بالسالري والكلام ده، ولا جيت امس، جيت امس الفرق مش عارف، يعني كنا من غيرها ومن غير ما نقول هات الاي دي، يعني كل مره واحده على طول يعني. ماشي، بس دي المفروض كنا غير اسمها بس بدل كول جيت، يعني خلال كول جيت جيت كول، عشان بس ايه يعرف ان الفرق ما بيننا. فدي هتيجي برضه من امبس دوت جيت امبس امبس كده، دي بتجيب لي الكول، بتجيب لي الايه؟ فانكشن بتجيب لي الكل. ايه تاني؟ كول ديليت غير محتاجينها. بس طبعا لما ديت امس هتبقى معايا امس دوت ديليت امس، وكذلك كول ابديت. ادي الكول ابديت اهي. كل ابديت كنا بنعمل ايه؟ كنا جايبين فانكشن انت بس تعملين شويه حاجات كده عك، هنخلص بقى من الكلام ده خالص. والديليت كان فيها حاجه برده مش فاكر كانت ايه، هنظبطها. ادي كل ابديت اهي. هنا بقى هقول له ايه؟ هقول له سيلف احنا فين؟ دي بقى امس دوت جيت امس على طول، مش محتاجه دبلر اي حاجه. وفي الابديت هقول له برده امس دوت ابديت امس. طب ودي كانت عكه ليه؟ كنا بننادي وكان بتطلع لي مرتين، خلاص مش هيبقى موجود الكلام ده. في نفس الوقت لو انا عايز اعرض بياناته ممكن اعمل اقول له دخل الاي دي، انا بقول له يعني اقول له دخل الاي دي اللي انت عايز تفايند عليه، وبعدين ما
اشوف عنده ديليت ولا لا. يعني ممكن اقول له يكون كل كان بيجيب الاي دي وكنت بجيب الداتا صح؟ يعني عايزين واحده زي دي بس تكون هنا بتاخد الاي دي. ممكن نعمل كده. عايزين نكلمكم كده كده تعملنا انجاز يو اي دي وقول له ايه تاخد اليو اي دي او لو كان فاضي تاخد بالانبوت البيانات بتاعتك. يعني اسمع دي يا اما يبقى الاي دي انا بعته يا اما ياخده بالانبوت. شوف الحركه دي كلها عشان يبقى برضه هنا ايه انت عايز اغير النظام بتاع الانتر بتاع البيج كلها. مش تفرق يعني هو لان هو احنا المفروض هيبقى عنده الفايل وعنده كل حاجه فعلى طول ترى هو عايز يعمل بريد هات الاي بي وعنده بريد وخلاص. مش محتاجين على فكره نعمل برنامج عنده وعرض يعني حتى عملنا دوت مش هيبقى ليه قيمه لان هو اوريدي عنده العرض اصلا عنده العرض شغال هو يقدر يعمل. هوريكم ازاي او انا اقصد ايه يعني ايه عنده العرض يعني. على العموم انا بقى عندي ان انا اكلم الاد اكلم الجيت اكلم الجيت اول اكلم الديليت اكلم الابديت تمام تمام جدا. فاضل لي بقى ايه مجموعه من الفانكشنز المهمه جدا اللي احنا بنعملها دايما عشان تساعد اليوزر انه يقدر يخش زي مثلا ديفاين الانفلي منيو دي فانكشن اطلع له اقول له اطبع كذا واطبع كذا واطبع كذا يعني عشان اليوزر يبقى عارف يختار. انا هقول له مثلا ايه ماي اس كيو ال انكريز ذا سيرفيس خلاص نجيب البرنتايه كده وبعديها اقول له 1 يعني دخل رقم 1 خلاص كرييت رقم 2 تمام اديت رقم 3 3 هيبقى مثلا ايه بريد بريد خلاص موظف رقم 4 رقم 5 مثلا 6 طبعا ده كلها اوامر برنتات يعني ولا حاجه يعني خلاص ولا اي حاجه خالص. انا بس هنقول له دخل ايه الاختيار بتاعك. هنقول له الاختيار التشوت بتاعك عباره عن انبوت هقول له فيها ايه تشوز اوبشن رقم 1 بسنس يعني دخل لك رقم من 1 ل 6 طبقا للاوبشنز دي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 والفانكشن ليها كريتير الاختيار اللي اختاره اليوزر بس وخلاص مالهاش دعوه. يبقى الفانكشن لما بنادي عليها بتعرض المنيو وتقول اليوزر دخل رقم وبتقول لك الرقم اللي اختاره اليوزر تمام. لكن احنا ممكن نعمل فانكشن ثانيه خالص هي اللي اللي بتشتغل بقى على قصه هو اختار ايه تشغله الفانكشن. انا ممكن اعمل فانكشن تاني اسميه مثلا ايه سيلكت اوبشن يعني اختار اختيار او تم اختيار يعني لازم تبعت لي الاوبشن اللي انت عايزه الاوبشن اللي انت عايزه وبناء عليه يعني الفانكشن دي بتبعت لي اوبشن يعني 1 2 3 4 5 6 تمام.
فبناء عليه بقى هم جاي عامل جمله اف بسيطه، بقول له اف ان الاوبشن لو كان واحد قيمته واحد يعني هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له هتعمل كول للات وخلصنا. بس خلصنا اقول لا، وبعديها وبعديها ران السليكشن ماشي. الاف تمس اف يعني لو الاوبشن كان رقم 2 هتعمل ايه؟ هتقول الابديت ما كانش، لو كان الاوبشن 3 يبقى هتقول ايه؟ تاتا كانت ايه؟ تاتا ديليت، هتقول ديليت. ما كانش لو كان الاوبشن بتاعك كان 4 هتعمل فايند ولا ايه؟ 4 دي ليه الفايند؟ ليه جيت؟ هقول له كول جيت. لو كان الاوبشن بتاعك 5 الاوبشن بتاعك 5 تعمل ايه؟ تروح تقول بتقول بتجيب الاول وخلصنا. وبرضه لازم بعد ما اعمل كول يعني هنادي على فانكشن ثانيه اللي هي هنسميها، احنا هنسميها فانكشن ثانيه هنسميها ران سيميليشن. هقول لكم بتعمل ايه، خليني اعملها الاول وبعد كده ارجع ازودها يعني. طبعا 6 انا مش هعمل حاجه، 6 خلاص هو خرج، انا مش هعمل حاجه يعني. لكن انا عايز اديفاين فانكشن اسمها ايه؟ اسميها يعني شغل الاختيار سيليكشن ران سيليكشن. هنعمل ايه في ران سيليكشن دي؟ اقول له اوبشن يساوي هاخد هنرجع على الانتلمنيو، الانتلمنيو دي هتعرض الكلام ده صح؟ وهتعرض الكلام ده هتاخد من اليوزر اختيار وهترجع لي الاختيار ده. انا كده طبعا لازم احوله للرقم عشان يشتغل هنا معايا، هحوله بس بنت لايه؟ الرقم كده. هو معايا الرقم اللي هو الاختيار اللي اليوزر اختاره. وبعدين هنادي على سيلكت اوبشن، هبعت لها الاوبشن اللي هو الاختيار رقم يعني. انا ناديت على التو فانكشنز هنا بس. ناديت على الفانكشن بتاعت البري منيو، تطبع المنيو وتاخد الرقم تبعته للسيلكشن اوبشن. تقوم داخله هنا. لو كان حد شغل قال لو كان ابديت شغل ابديت وكان جيت شغل ابديت وكان جيت جيت شغل جيت وكان جيت اول شغل جيت اول. وبعدين؟ بعدين اضاف. اشتغل تاني. قلت له لا، ما انا عايز بقى بعد ما الاد تخلص ترن السليكشن تاني. ليه ترن السليكشن تاني؟ عشان برضه يقول له طب انت تختار حاجه تاني وتبعتها لي. طب اختار حاجه تانيه بنفس الكلام ده اعمله مع مين؟ مع ايه؟ مع الاد ومع الابديت. بعد ما تخلص برضه انادي تاني شوف هو عايز حاجه تانيه ولا لا، مع الجيت ومع الجيت اول. الا مين؟ انس طبعا الاخير اللي هي 6 بقى مش هنتكلم فيها، لان 6 انس يعني خلاص هو مش هيلاقي حاجه يعملها فهيخرج. فدي الخروج بتاعنا. مش هيلاقي حاجه يعملها فهيخرج وخلاص. فاحنا مش محتاجين ان احنا نقول له بقى اي حاجه ثانيه خلاص، هو اد اعمل لي الاد وشوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا، اعمل لي الاد وشوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا. طب الابديت اعمل الابديت وشوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا، الديليت شوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا، والجيت شغلها وقول لي شوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا، جيت اول وشوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا. يبقى انا عندي الرن سيليكشن دي هي اللي بتنادي على الاثنين واللي بتظبط الاداء. يعني من الاخر لو احنا عايزين نشغل بقى الفايل بتاعنا هننادي على الرن سيليكشن خلاص بس، وهي بقى تسلم بعضها. تعجر عملت ران؟ ممكن سؤال يا دكتور؟ هو مش ممكن نستخدم سويتش كيس في الحاله اللي فاتت؟ مفيش سويتش كيس هنا في البايثون. مفيش في البايثون؟ طيب. ايه شبهها؟ ايه شبهها؟ اول حاجه هقول له انا عايز اكريت يعني هدوس واحد. قال لي طب دخل رقم موظف واحد 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 ثلاثه. اسمك اللي كنت بتتكلمي
رانيا سمير ماشي. انتر جوت خلاص. مثلا تحظوا قال للامبلي قال سكسسفلي وقال لي يلا اختار اللي انت عايزه على طول. تعالوا نعمل الامبلي ليست لما تشوفهم كده. هات رقم خمسه تلاحظوا طبعا مين؟ محمد حسن وعبد القادر ورانا على طول. حلو تعال نجرب الايديت. هات رقم اثنين. قال لي تدخل الموظف اللي انت عايز تعمل له ايديت. قلت له خلينا نعدل دي واحد 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 ثلاثه. قال لي ماشي الاسم كان اسمه رانيا سمير. قلت له ماشي اوكي مش مشكله. كان موبايل ديفلوبر لا هسميه مثلا ايه؟ رحناها مثلا الوظيفة ونعمل المرتب مثلا. قال لي تعدي. قلت له طب ما تيجي نجرب الفايند ونشوف. خلينا في رقم اربعه. قال لي طب دخل الموظف. قلت له واحد 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 ثلاثه. انا اهو انا سميت اتغيرت الوظيفه وغير الايه؟ الراتب. كويس. وجربنا الفايند وجربنا الليست وجربنا كل فاضل الدليل. نيجي ندلل بقى اللي احنا لسه عاملينه ده. فقلت له ايه؟ رقم ثلاثه. قال لي الموظف بتاع الدليل رقم كام؟ قلت له واحد 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 ثلاثه. تمام. قال لي بليد ليست سكسسفول 7. قلت له بس ارد الانفي ليست رقم خمسه. قال لي اهو محمد حسن وعبد الجابر دول بس. قلت له خلاص ماشي. فاضل لك ايه؟ قلت له فاضل لك اجرب الاكزيت السته. قلت له اكزيت سبي وخرج. طبعا لخصنا الدنيا ولمينا البروجكت كله كبروجكت كامل للكلاود اوبريشنز العلامات الاساسيه على الماي سيكوال. لكن ممكن نعمل حاجه احسن من كده. معلش دقايق بسيطه. ايه هي؟ ان بصراحه الكود ده انا مش عاجبني بصراحه. الكلاس ده متكرر فيه كلام كتير قوي يعني ممكن نختصر. كونكشن خلاص هو فانكشن واحده وخلاص. الكريت مش عايزين نغير فيها لان احنا ما استخدمناش بس. الاد انا عايز بس تركز معايا. الاد لو بصيت من اول تراي اكزكيوت كوميت والرساله والايرور والفاينل. خدوا بالكم من الحته اللي انا عايز اختصرها. الديليت سيبك من الكويري. بص هي التراي والاكزكيوت والكوميت والرساله والاكسبت والفاينل. الابديت هي برضه كويري. هي التراي هي تراي والكوميت والرساله والاكسبت والفاينل. طب ما حرام عليك. كل الهزار ده كل ده هزار. كل دي فانكشنز مالهاش اي لازمه. متكرره وكل كود هو هو واحد. يعني بغير جمله الكويري وبغير المسج. طيب ماشي اعمل ايه؟ روح على السريع. هعمل بس فانكشن كده اسميها ران كويري. هتاخد مني تديها حاجتين. تديها كويري تديها المسج. شو موديل غير؟ موديل غير صعب عليه. خلاص والباقي ما بيتغيرش. انا هتعمل بلاي. هاخد بقى ايه اكت كل الكلام ده خالص اهو. هاخده كده كامل. جاي هنا اعمل بيزنس. ايه اللي هيتغير؟ قلت له كويري خلاص شيله خالص. هو هيبعت لي اصلا. كويري هيبعت لي. والمسج اللي اتكتبت تطبعها شيلها بعد اذنك هتتبعت لي. وخلصنا على كده. وانت بس هتزود لي التلف وتاخد ايه؟ الانفيتيشن هنا كده. يبقى كده ايه؟ يبقى في عندك حاجه اسمها ران كويري. تاخد مني بس الكويري والمسج وهي بتقوم بالوظيفه. هتوفر معايا ايه بقى؟ هقول لك سيبك من الكلام ده. بص بقى قضيتها شفتها ازاي؟ الكونكشن كان خلاص مش عايزها. جمله الكويري خليها. التراي والمش عارف ايه والبتنجان ده كله مش عارف. دي هسميها فاريبل اسمه مسج. اشيل في جمله مين؟ جمله الابديت. وكل الكود ده انا مش عارف. يبقى انا معايا في الابديت كويري ومسج. هعمل ايه؟ اقول له ران كويري. ايه؟ سيلف دوت ران كويري. هبعت له كويري.
وبعته للاسكيوشن وخلصت. طب وفي الدليل قلت له شرح الكلام ده في جمله الدليل زي ما هي حلوه. وهنا هعمل بس جرس اسمه مسج اسوي الرساله اللي انا عايزها وكل الكلام الفارغ ده كله انا مش عايزه. اوفر كود واوفر تعديلات واوفر اوفر كتير ومينتيننس وشغل جامد يعني. فانا اقول له سيلف دوت ران وابعث له هنا الكويري وابعث له المسج. طب وفي الاد قلت له نفس الكلام شيل ده خلي الكويري المسج لغايه ما تبقى شايف الرؤيه هتلاقي الكود سهل جدا. ده الكود هو حكايه هي دي بس اتعلمناها هي ايه ترسل الزيتوت وكوميت والباك هم دول اوامر الخطيره او الكونكشن ولا حاجه. وبقوا اختصرنا كل فانكشن واحده اللي بنتكلمها. الموضوع ما هوش صعب خالص الموضوع سهل دي زيادتين بصراحه. وهنادي على الفانكشن اللي سيت دوت ايه فانكوي وابعت له الكويري وابعت له المسج خلصت كده. الاد والابديت والدليل اختصروا بشكل قوي جدا تم اختصاره بشكل قوي. في حاجه ممكن اختصرها؟ فاضلش بقى غير حاجتين جيت اند وجيت امس. بص على الكود كوريكشن اوف ذا كويري وعيب تراي وبنفذ بس في زياده انه بيفيد شغل. طب جيت امس الثانيه اهي اهي وبيفيد شغل هي ايه ده كابي بس اللي اتغير. طيب الكويري بس كويري بس انت هتفهم دي وهنا انت هتفهم دي وين الاي دي بيساوي مش عارف شغل. بص الله طب حرام عليك صح حرام عليك. هنعمل ايه؟ اخد الكلام الجميل ده كله من تحت من فوق مش فارق واعمل فانكشن ثانيه فيها الايه استرجاع البيانات دي تمام. اخدت كده كده وعامل فانكشن جديده اختصارا للكلام اللي احنا زودناه على الفاضي ده نسميها او على فكره هي دي كان المفروض تسمى ران كويري لان هو ده كويري لكن دول ران كويري دي مش حلوه يعني كويري دي تيجي مع السلكت ممكن نقول اكزكيوت كوماند مثلا او ران كوماند وعدل ما يلزم بحيث ان يبقى ماشي مع كل ران كوماند بدل ران كويري ماشي في الابديت وفي الديليت وفي الاد كلهم بيران كوماند. واعمل فانكشن ثانيه خالص للجيت بقى اسميها ران ايه؟ ران كويري سيلف ابعت لي بس الكويري اللي انت عايز ترانه بس شكل. باخد الكود بتاع جيت امس ده اهو كونكشن ماشي كويري. لا كويري هتبعت لي فوق اهو مخدوم ما حسبتوش انا هينفذ ويرجع لي يا اما الجدول يا اما فولت صح وخلص. طب وهنا بقى الجيت امس تو جيت امس ولا الكلام ده ليه اي لازمه خالص في الحياه؟ تعمل حاجه واحده بس هتظبط كويري وتنادي على ران سيلف دوت ران كويري وتبعت له كويري بقى الفانكشن سفيفه جدا بسيطه جدا. طب وجيت ام بالثاني اللي فوق تقول نفس الكلام هتشيل كل الكود ده شوف كان مات الاصل خد بالك مات الاصل مكتوبه عمال اخفف كله وهنا اهو انا دي بس على بدل جيت ام هقول له هنادي على ران كويري دوت ران كويري وبعد كويري خلاص خففنا الكود خالص بتاعنا بسطناه بعد كام مئات ما كملش حتى من 100 واحده تمام وبسطناه جدا. طبعا الصوره بس خد الفضل بتاعت الثانيه نقول يعني خففنا حجم الكود فعلا كان متدبلر جامد في ادت الفانكشن بسيطه خالص بكون الانسكتايه والمسج عايز اعرفه هنا ران كويري بكون الكويري وبقول له ران هنا بكون الكويري وبقول له ران الدنيا بسيطه هنا في الواجهه ران كويري الكود بتاعها
ثانية أحب أحطها تحت خالص مع جنب ران كوماند، لأن هما الكور، هما الأصل، هما وكونكت. يعني الران كوين والران كوماند وكونكت هما القصة، والباقي شغل بسيط. لو حبينا أجربها لكم على السريع عشان الوقت، لكن الدنيا هانت. اكتب بس عرض لي بس لسه رقم 5، عرض لسه الناس عادي. قال لهم بليز فايند يو. طب 5 دي كويس، خلينا نستغرق يعني. معناه ان هو راح للران كويري وشغل وقال له نفذ الكويري وما لقاش ديتا وراح لهنا. ماشي، لان لو رجعت بيت امس يسليك ده السكرون فيه، لو الداتابيس شغال ده يعتبر الداتابيس فصلت. الداتابيس شغال يا تروز، قلت ما ليه. طيب خلينا نفاين دي جاي رقم 4، 1111. انا مش شايفه برضه، كلنا مش شايفه. طيب لو هكريت واحد اسمها ايه؟ طبعا هذه يعني جاي نال، جاي فاضي يعني. ما قدرش جت، هي الابديت شغال بس هو ما قدرش جت. يعني في عندنا غلطه في ان هو بيجيب البيانات هو مش عارف يجيب البيانات. هو فعلا احنا لما قلنا له اعرض كله ما عرفش، لما قلنا له اعرض واحد ما عرفش. يعني في الحالتين هو ما قدرش يجيب الايه، يجيب البيانات. فمعناه ان في غلطه عندنا في الران كويري. الران كويري ذات نفسها هي عامله مشكله، وبالتالي انا هعمل ايه في الران كويري؟ انا اشك في الكويري ذات نفسه ان هو مظبوط او ايه الدنيا. ف هقول له اول برنت لي كده الكويري لما يجي لك عشان اشوفه، بس بعد كده بوقفه بعدين عشان بس اشوف ايه اللي بيحصل